السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا كامل في صحة جيدة وتكونوا بخير. فيديو اليوم عبارة على مشترياتي لشهر رمضان. هو أصلا يعني أنا ما منيش نشري حوايج هكا نفخ بها ولا، لكن نحب هكا، هذا هو اليوتيوب، يعني نحاول نديرو فيديوهات فقط ننزلوها كيما دارج في اليوتيوب. هذه مشترياتي، هذه تجهيزات رمضان، هذه يعني، لكن هي في الحقيقة راي حوايج نحتاجها أصل يعني في الكوزينة، مانيش شريتها باش وديما الواحد يعني كل عام هكا في رمضان يستغل الفرصة ويدخل حاجة جديدة ولو ما عند جديد يعني بسيط. انا ما نكذبش عليكم، ما خرجت ما عولت حتى نشري يعني حتى حاجه. فاجئني راجلي بالمفاجاه هذه قبل رمضان، انه شري لي بيترا، وما كنتش اصلا حطتها في بالي ولا كنت يعني ناويه يعني نشريها، لانه كاين حوايج في داري اولى يعني نكلمكم بكل صراحه يعني. لكن هو شريها، انا ماذا بيا ما نقولش لا. انا كنت يعني الايام هذه كي قرب رمضان الاشوار كانوا عندي زوز، كان عندي النوع القديم وكان عندي النوع الجديد اللي كنت نخدم به في الفيديوهات في قناتي. تحرقت لي هذيك الباهيه، تحرقت لي نمر فنخدم بها، قلت له جيب لي وحده. كي راح شافها بما هو قبل قال لي عليهم، يعني قال لي كاينين بصح كان ظروفنا ما تسمحش انه يشريها، ولا في بلاصه الاشوار هو شرى لي هذه. بعد ما جابها قلت له يعني الاشوار راهي محتمه اصل ترحيلي حوايج هكا، خاصه الكاوكاو وهكا الحلويات، والاشوار راهي لازم في الدار. باهين ياسرك النوع تاع الاشوار اللي خرجوا العويمه تاعهم، وحوايج وصيت وانا عليهم قبل، ومن بعد تفكر جابهم كيما المغارف هذم، يعني النوع الباهي الصحيح الخشين هذوك، لانه قبل كان جاب لي نوع مش باهي. ولي بواط هذوما انا تمنيت نشريهم، يعني تعرفوهم خرجوا عندهم مده طويله وما شريتهمش. جا واحد يعني تمنيتهم، جا واحد حذا بياع يعني حذا الدار يبيع، لقيتهم عنده شريتهم انا. عليه يعجبوني هذم، تستخدميهم يعني تخبي فيهم حاجه بقتلك ولا كميه قليله هك، مثلا سلطه مشويه، زيتون، دبشه، وتخبي في الفريجيدير، وفي نفس الوقت تقدري تستعمليهم استعمال اخر، انك تديريهم نحي لهم الغلاق وديريهم التحليات. يعني هذا واش عجبني فيهم، وشكلهم هكا جا حلو هكا باهيين. فيها 6 بياسات، يعني تعرفوهم ناس بزاف شروهم هذا. وهنا البيترا راني نوري لكم يعني في النوعيه هذه اللي شريتها، راي كوبرا، و شريها بشريها بزوز ملايين و 450 ديجاي، حتى السومه ما زالت يعني في الكرتونه. وهذه تهز 5 كيما تشوفوا، البوله هذيك تهز 5 كيلو ونص، 5 لترات ونص، يعني 5 كيلو ونص. والميكسير هذاك يهز لتر ونص، والاستطاعة تاعو 1500 واط. وكيما تشوفوا يعني وتعرفوهم، فيها الميكسر، فيها الباتر، فيها الاشوار اللي ترحي بها اللحم وترحي بها الغرس وتصلح ثاني المعجنات، هيك نوع من المعجنات. والمهم وهذا
كل راس اللي فيه المعلومات كما تعرفوا كامل. هذا البلاتو تاع الاشوار، هذيك تاع اللحم، هذا يركب فوق الاشوار، فوق التيب تاع الاشوار، يعني تحطي فوق اللحم ولا غرس ولا حاجه تحبي ترحيها. هاي ليكم الاشوار، وهذه الفوي تاع البيض وتاع الحلويات. وهذا ميكسير تاع هذا تاع العصائر وتاع تاع الزجاج، ويهز لتر ونص، مكتوبه الفوق خلاص. وهذا التيب هذا اللي كي تحبي ترحي اللحم ولا تدخلي به اللحم، يعني باش ما يغبنكش كي تكوني ترحي، يعني لما تستعملي يدك يعني باش تدخلي اللحم وتستعملي التيب هذا. وهذا الغلاق تاع البول هذاك تاع الميكسر، هذا راهو البلاطو كيما قلت لكم يلصق يركب فوق الاشوار، والاشوار كامل تركب في البلاصه هذه. راني استعملته، وانا راني شريته من ايام واستعملته، يعني كتب ربي نصوره، يعني ما صورتوش نهار اللي شريته، راني استعملت البيترا. وهذو لي ديسك اللي تاع الاشوار تبدلي الحجم اللي حبيت، يعني فيها ثلاثه، وحده راهي راكبه وهذو زوز. هذا اكبر حجم، وهنا حبيت نوري لكم فقط، يعني حدثت لي كارثه. كان تخيلوا البوله ذاك تقريبا راح يتثقب بنتي باش دير واش اسمها باش دير الباتور البياسه هذه اللي على الجهه اليمنى. هي كانت راكبه وانا كنت بليت الكسره مطلوع، بليتها في القصعه، يعني ما بليتهاش في البول. ومن بعد انا كنت نغسل في القش، هي جت ما شافتش شكل البياسه بلي حطيتها في البول، وكانت على جنب مدرقه شويه، هزت العجينه رمتها في البول وفتحت الباتر وبدا يروح يتقلب، والصوت يعني تخلعنا، زربنا نحينا البريس. بعد لقينا البياسه هذه اللي على جهتي اليسرى، جهه اليسرى هذه لقيناها فم الموس، هذا لقيناها فم في البول، ولقينا كي بدا يدور هكا مع العجينه وبدا الباتور يخدم، جرح لي البول من الداخل خلاص، وكان راح يثقب ديجا عوجو خلاص. وواحد البلاصه وكيما تشوفوا واحد البلاصه يعني
قريب تتثقب يعني. هذا رانا بسرعة يعني نحينا البريز و يعني سبحان الله كأنها عين. والواحد يعني يتغشش وكما نقول ويتنرفع، ومن بعد يعني يحمد ربي يقول تجي في حاجة تاع معون، ولا تجي في جهاز كيما هذا وما تجيش في ولادو.